من فوق 100 كلمة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. برواية خلف عن حمزة بالسكن على الساكن المكسور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. السؤال الثالث إقراره من قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا برواية البزي عن ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان نكير فكائن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم
إنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك يعملون عمل المخادع مطيعون خاضعون لله تعالى مطيعون لله خاشعون خاشعون ما فضل عن قدر الحاجة يعني أنا ضد وحيث حتى أتى حرف التحريف كلمة الذي جاءت بالتحريف ليس المقيد أي إذا أتى لفظ
إذا جاء لفظ بالتحريك فضده سيكون مطلقا بالتحريك، والإسكان ويكأن برسمه فبالياء إفرقا وبالكاف حللة وأيا بأيا ما شفى وسواهما بما وبواد النمل بالياء سننتلى وفيما ومما إف وعما لما بما بخلف عن البزي ودفع مجهلة. قرأ ابن كثير وابن أفي وأفى وأفي أفي أفى أفي بتدوين كسرتين أفي البيت أن ورشا يغير فتح لام لصالها وغلظ ورشا فتح لام لصالها أو للطاء أو للراء قبل تنزلا وغلظ ورشا كل لام جاءت مفتوحة أو الطاء لا قبل إذا أتت قبل طاء أو ضاء ظل ضاش فتح لام الصاد لحرف الصاد نعم والضاء
أو الطاء إذا أتت قبل لام. نعم. نعم. نعم إذا فتحت أو سكنت. هو صالح بن زياد السوسي. هو صالح بن زياد. زياد. نعم. نعم. إحدى وستين ومئتين. إحدى وتسعين. قرأ لقضى إليه أجله. نعم. صح. والصلاة الثانية من كم العبادة؟ فصل القول بجهد الاختصار في توجيه آية أو آية من السورية. يعني توجيه آية أو آية من السورية. توجيب إنه أمر توجيبي. القراءة ليست قياسا. نعم. نعم. توقيفي. توقيفي. نعم. متى بدأ تسمية المصحف؟ تسمية؟ متى بدأ تسمية؟ القرآن الكريم. نعم. متى بدأ تسمية المصحف؟ هذا هو المكان الذي بدأ.
زمن عثمان رضي الله عنه. نعم. علامة. علامة السور المكية. السور المكية. مكية المكية. الصور أو العلامة. أيوة الصور. الخصائص أو المميزات التي تحصلها على القرآن المكي عند المريض. خلاص شفنا لها قصة الآيات، الكلام عن التوحيد، الكلام عن البعث والنشور، قوة الأسلوب.